متابعين بحلقة موهبتي ماي جيفت من سات 7 أكاديمي، هالحلقة الخاصة يلي بتضوي على مواهب ما بتشبه غيرها إن كان من خصوصيتها أو من خلال ظروف أصحابها. منوصل هلأ لموهبة الرسم. صراحة ما بعرف إذا لاحظتوا إنه اليوم بهالفقرة بالذات حولنا الاستوديو لمعرض لفنانتين، واثنيناتهم بعمرهم صغير ولكن مواهبهم ما بيشبهوا أي حدا. موهبتها لأول ضيفة أكبر بكتير من عمرها، شغفها بالفن أو نوعية عملها بيدلوا أنه وراء هالأعمال في صبية عندها خبرة كتير كبيرة، وما اكتفت بس بموهبة واحدة إنما بثلاث مواهب وبثلاث مجالات مختلفة. كيف بتلحق بين موهبها وبين مدرستها؟ خليها تخبرنا كارين. كارين أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أنا عطلتك عن لوحتك، تفضلي. يعني كارين مش قادرة حتى تنطر تتوصل على البيت لحتى تكمل اللوحة. كارين ما شاء الله شفتوها عمرها بالطول عمرها شيء 24، بس بالعمر قد ايه عمرك كارين؟ 16 سنة بس يعني 16 سنة وجمعتين. يعني هابي بيرثدي. ميرسي. طيب كارين بدي اسألك سؤال. نحن بنعرف انه الأولاد بعمر معين أو خاصة الصبايا الصغار، وقعت الورقة خليني لمها، بينطروا وقت الفراغ ليلعبوا بيت بيوت هن أولاد الجيران وهيك. أنا عرفت إنه أنت لما كنت صغيرة ما كنت تلعبي هالألعاب، شو كنت تعملي؟ يعني هو وقت كل ما يكون عنده وقت فراغ دغري أركض وصير أمسك الورقة والقلم، صير هيك يعني محرقصة بدي أرسم كل وقت، ويعني حتى حوالي لاحظوا هذا الشيء. هذا السؤال بدي أسألك إياه، قديش اللي حدك انتبهوا لهذا الموضوع؟ قديش دعموك يلي هن أهلك؟ صح، هو في امي لانه هي من زمان كانت ترسم، ويعني هي عندها نظريه، فكل ما تشوف شغله انه لاحظت انه عندي هالموهبه ولقيت انه بعرف برسم، فقالت انه ليش لا، وهيك نسجلها وصرت عند رسام بريفي مسيو حليم حرب. انا عندي خبريه عن مسيو حليم حرب، انه قال لك يا بنت انت شو هالالوان اللي بترسميهم وبتخلطيهم ببعض انا ما عم بفهمهم، او لك هو مثلي، احذري كيف قصدي مثلي، انا ما بقشع كثير الوان، مثلا هيدي الكنبايه لونها اصفر شايفها صح؟ لا مزبوط، انه هو متعجب كثير كيف بتخلطي الوان. صح، لانه هو بلاقي انه انا يعني عندي خلطه الوان، يعني هيدا اكثر شيء بحبه بالستيل الرسم عندي، بلاقي انه يعني في الوان بحب اخترعها انا، انه يعني مثلا انا ما بشوفها هيدي بيضه مثلا، بصير انه اخترع من الالوان تطلع لون جديد ما حدا بيعرف شو هو، يعني الواحد بيطلع فيها بقول شو هذا اللون وبيستغرب. انت بتعرفي شو هذا اللون المهم؟ لا انه انا بجرب بلاقي هيك طالع حلو وهيك. طيب انا عم بحكي عن موهبه الرسم، بس في موهبتين اثنين كمان انت كثير شاطره فيهم، وهلا مثل ما بيقولوا ماشي كثير منيح فيهم، هن الرسم عفوا الموسيقى والرياضه. ثلاث مواهب مختلفين، كيف عم بتلحق بين الثلاثه؟ هلا هو الباسكت كنت العب بس اضطريت وقف سنه الماضيه لانه صار في علينا ضغط بالمدرسه وانه بطلت لحق، بس انه كمان ضلني احب العب، يعني كل ما شوف طابق الا ما اصير امسكها واحب اعمل باسكت، وكرمال البيانو يعني مثل ما يكون في وقت للرسم وهيك بحب يكون عندي وقت فراغ مخصصته كمان للبيانو، بصير دق ما ريح. كارين قلتي لي عمرك 16 سنه وعندك كل هالمواهب، وعندك هيدي موهبه الرسم يلي عم نشوف لوحاتك الملونين يلي عم شوفهم هلا، في لوحات التانيين لصبيه ثانيه بنرجع بنحكي عنهم بعد شوي يلي هن مزينين استوديو، انت كمان هلا عم بتكملي لوحه محضرتيها كنت تتكمليها وتمضيها عنا باستوديو، بس لانه هي بتاخذ وقت كثير وقلتي لي قبل انه في كذا طبقه مشان تنشف. بكل صراحه بتلاقي في فرق بينك وبين الصبايا اللي عمرهم 16 و15؟ يعني بطريقة نظرتك للأشياء بتحسي إنه أنت الفن نضجك أو هالموهبة عطيتك نضوج أكثر من غيرك؟ أنا بلاقي إنه مثلاً أنا بعتبر بنت رايقة أكثر من الباقيين، وإنه باخذ وقت أكثر مثلاً، يعني عندي صبر بتحمل أكثر، يعني عندي رواق، يعني بروق على الشغلة كرمال بنطر مرة واثنين وثلاثة بنطر كرمال. برأيك هيدا الفن علمك إياه هيدا الصبر؟ أكيد، لانه مثلا اذا اللوحه مش دغري من اول مره بتزبط وهيك بنطر، بتعلم انه بنطر لانه بعدين بقدر ارجع اظبطها وهيك، انه فبروق كرمال ترجع بعدين الامور تزبط. كارين من شو بتستوحي انت رسماتك؟
هلا هو انا بعد ما بقدر ارسم رسمات خياليه وهيك، ف بسحب الصوره عن الانترنت اكاتر وبرسمها. بتكبريها يعني؟ شفنا هيدي الصوره هي اكاتر فوق، انت عملتي لها قياسات غير مختلفه، وهذا طبعا ما انه هين ابدا. انت بلشتي اكيد بالتلوين الخشب، بعدين للمي، واليوم بالزيت. وين بتحسي حالك اكثر شيء ارتحتي اكثر شيء؟ هلا انا هودي التابلويات اكثر شيء حبيتهم، لانه في الستيل الابستري كثير انه ناجحه انا بهذا الستيل، وحتى الاستاذ قال لي عنه انه انا ناجحه فيه، وخاصه خلطه الالوان فيه كمان كله ممتاز. انا عندي خبريه كمان كثير مهمه، انه مطرح ما بتتعلمي بيانو بدهم يبلشوا يعلموا رسم، ورح تكوني انت اصغر معلمه رسم بلبنان يمكن، مزبوط؟ طالبين منك انك تعلمي رسم؟ صح. وشو رايك انت بهالتجربه؟ محمسه لها؟ كثير محمسه، لانه هيك انه بصير اول شيء عندي انه جربت، يعني بصير تجربه واكسبيرينس حلوه بتكون، وكمان انه بصير اعلم اصغر مني، انه بصير انا برتاح وبصير عندي التكنيك كمان، وبكتسب بعد معرفه. طيب انا ما بدي اخذ من وقتك كثير، رح اطلب منك ترجعي تتوجهي تكملي لوحدك، بدي ارجع اتلاقى فيكي بعد شوي. تفضلي. بهالوقت انا والمشاهدين كارين عفوا بدي نتعرف على نوع رسم جديد وموهبه جديده، بدي منكم ترحبوا معي بضحى من سوريا. تفضلي ضحى. اهلا وسهلا فيك. تفضلي. مرحبا. تفضلي ضحى. بدي اشكر حضورك اول شيء. حضرتك من وراء الحاله والازمه بسوريا اضطريتي، من حمص من سوريا مزبوط، اضطريتي تجي على لبنان، واليوم انت بمخيم الابرار ببر الياس بالبقاع بلبنان. اول شيء كمان بدي اذكر المشاهدين، وعم نشوف رسمات لضحى كمان عم بيزينوا استوديو معنا. ضحى انت مواهبك كثيره ما شاء الله. رح فصلهم، رح احكي بكل موهبه لوحدها. اول شيء رح بلش بالرسم. عرفت انه عندك عده معارض صار، اول معرض وين كان؟ اول معرض عملناه نحن كان من 3 سنين تقريبا، كان بساحه مخيمنا. بمخيم الابرار بلبنان بالبقاع. ثاني معرض وين كان؟ ثاني معرض عملناه بساحه مدرسه هنيك، بس للأسف كان المكان مو مناسب، فاضطرينا إنه ما نجح مثل الأول. فمن بعدها عملوا عنا تقرير على الفيسبوك، ففي واحد من بريطانيا شاف هذا اللي بدي أوصل له، يلي هو المعرض الثالث يلي عمل نقطة التحول إذا بدنا نقول بمسيرة ضحى بالرسم، يلي هو صار معرض ببريطانيا. ببريطانيا. خبرينا تفاصيل أكثر. شاف التقرير على الفيسبوك عجبه، فاقترح على ماما، تواصل معها اول شيء، اقترح انه نعمل ببريطانيا. نجح منكفل، ما نجح منوقف. فاول شيء هنيك كثير الاجانب واهل بريطانيا بس كيف كنتوا تبعتوا لهم الرسمات من خلال سكانر؟ فكتير حبوا المعارض هنيك، ولهم 3 سنين بيشتغلوا معنا، واسسوا جمعيه هنيك، وإن شاء الله عم نسعى نأسس فرع تاني إلى هون، وعرضوا بأمريكا وعرضوا بفرنسا. أوكي. الخبر كمان الأهم من هالخبر المهم، إنه ريع هالمعارض يلي صارت ببريطانيا وبفرنسا، أنت المردود المادي استعملتي لأعمال خيرية بالمخيم. بنت عمرها كان عمرك 14 أو 13، كنت بلشتي عم تبيعي رسماتك يلي هن رسمات معبرين، لعم توصلي رسالة معينة، بعتيهم من خلال المعارض برا لحتى تجيبي أكل، غذاء، تزرعي دوا. فرح، دواء، ألعاب، أوقات لأولاد المخيم. كمان بحب أعرف أكثر. أول شيء نحن وزعنا أو بأول معرض يلي كان بالمخيم وزعنا هدايا بشي $1,000. نعم. وزعناهم بس على الأولاد، يعني كانت تجربة. فبعدين تاني معرض ما جاب شيء لأنه فشل، يعني وهو الفشل أول خطوة للنجاح. برافو عليك. فبس بعتوا هلأ له من 3 سنين بيبعتوا لنا الريع يلي بصير هنيك، منساعد فيه هون ناس جرع سرطان، أولاد محتاجة شيء، مازوت بالشتاء، ثياب، ممكن ألعاب، انه مو منساعد بس سوري، لا ساعدنا كثير ناس فلسطينيين ولبنانيين، لانه الانسان انسان بغض النظر عن جنسيته. الجنسيه ما بتفرق طبعا.
طبعا. انت بترسمي ضحى مش لمجرد الرسم او مجرد هوايه، انت رسمك هادف، بدك تقولي شيء، دائما بتقولي شيء من خلال رسمك. ايه. انت فت هلا معي على الاستوديو حامله رسماتك معك، وهول ثلاث رسمات بدك تحكي عنهم. اول رسمه انا شفتها برا وكثير كثير لفتتني، فينا نشوفها للكاميرا وتفسري لي عنها اكثر اذا بتريد. ابرمي اياها لصوب الكاميرا. هيدي الرسمه صح، هيدي الرسمه هي بنت صغيره لابسه فستان عرس وهي مشنوقة بخاتم زواج، وفي لعبة واقع على الأرض وبكاية الزهور واقع ميل التاني. شو بدك تقولي من هالرسمة؟ هلأ هن شو بيقولوا بالعادة؟ بيقولوا الزواج حياة جديدة. هي بالعكس، إذا كان بالسن مو مناسب أو البنت مو متفكرة أو مجبورة على شيء، بتكون وقفت حياتها هون. يعني هن مثلا بدل ما تفرح هي عم يفرحوها بالخاتم، هي بتكون عم تنشنق بالخاتم. انا وكنت عم تابع المقابله، عم بحضر للمقابله، كنت عم تابع صورك، شفت كمان عندك صور child not wife، يعني طفل ليست زوجه، يعني طفله ليست زوجه. طب انا بدي اسال سؤال هون، بنت عمرها 15 سنه، لان كتبت رسمتيها من سنه، هي منين عندك هيدا النضوج وهيدا الوعي تتحكي بهيدول المواضيع وبهالعمق؟ هلا انا عشت التجربه، يعني انه في اصحابي بالمدرسه تزوجوا ومجتمعنا كثير عم يتجوز، يعني بكير كثير، اللي كان شاب واللي كانت بنت ما بتفرق. وانت حبيت تقولي لهم لا، انه فيني وصل رساله انه شيء غلط يعني، بس انه ما رح يهتموا اكيد من رسمي او ترسمتين هن العالم أكيد، بس كل واحد بيوصل رسالة صغيرة، هاد رسالة بتوصل للكل. فيني أشوف بطريقة سريعة اللوحتين التانيين اللي معك ياهن هون، تخبريني كمان شو هيدي اللوحة؟ شو هيدي؟ اتفاقية حقوق الطفل. أوف، هيدي الاتفاقية اللي هي الكتاب وعليها حذاء الطفل يلي عم ينزل منه، ودمه للطفل. أوف. وتالت رسمة، هيدي الرسمة يلي كنت عمري شي انه كمان 15 تقريبا. هيدي كثير اخذت ضجه ببريطانيا، الصحفيه اللي ضربت الاب وابنه وقعتهم. رسمتيهم انت؟ أي. مع انه هيدي الصوره موجوده، بس انت حبيت ترسميها بطريقتك انت وكيف تشوفيها. انا بدي اوجه لك تحيه على هيدا الفن الهادف، وبدي اسال احكي انا وياك على الموهبه الثانيه اللي هي الشعر. أي. شو موضوع الشعر؟ بتحب القاء الشعر؟ بحب كثير. طب ما رح احكي، بدي اسمع، شو رايك؟ يلا. الوطن يا صاحب، انك تخاف على بلدك واراضيها وتشتغل فيها ليصير مستقبلها احسن من ماضيها، وانك تفعل وما تضل بالوطنيات مقضيها. الوطن هو تجاعيد الزلمه الختيار وابو الدكانه ومرته اللمبوزمه يلي دايما حردانه، صوت جارتك وهي عم تبهدل ولادها، وصوت فيروز مع القهوة السادة، وصوت ولاد الحارة، صوت ولاد الحارة وهنن عم يلعبوا طابة، صوت ولاد الحارة وهنن عم يلعبوا طابة. الوطن يا صاحب هو ريحة طبخ أمك، ضحكة أبوك وغلاظة أخوك بعد لك ياها. الوطن يا صاحب ريحة طبخ أمك، ضحكة أبوك وغلاظة أخوك. الوطن يا صاحب تفاصيل صغيرة، الوطن يا صاحب تفاصيل صغيرة، وين ما كبرت ما بتصغر، وين ما كبرت ما بتصغر إلا عنا هون. إن كبرت غير ربك ما بيصغرها، إن كبرت ما بتصغر، إن كبرت ما بتصغر، ولا بتحلى ولا بتغنى ولا بتغلى ولا بتتطور، رح تتدمر. حترد علي وتقلي الوطن يا صاحب خلص ولو تدمر؟ لا ما تدمر، بنزين غلي بس بيتدبر، والغاز انقطع بس ما تبخر، وبيتنا انهدم يا أمة الله، بيتنا انهدم بس البيت بيتعمر. في شجرة هنيك الهوى عم يلعب بوراقة، في طير بالسما عم بغرد عم بزغرد عم بقلنا الفرج قريب. حتقلي غريب، غريبة انت لو انه ما بدك يانا نحقد ونحن اللي انقتل منا واحد، ما بدك يانا نحقد ونحن اللي راح من عنا شهيد. حقلك بس 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 بس، انسى كل شي قلته، انسى الطبخ، النفخ، الاتحاد، برشلونة، ريال مدريد. الوطن يا صاحب هو روح الشهيد، الوطن هو يا صاحب هو روح الشهيد، كرمال روح شهيدك ما تقتل الوطن. الوطن يا صاحب هو روح الشهيد. طب روح الشهيد واسأله ليش ضحيت، ليش عن حياتك استغنيت، حيقلك والرصاصة بعدها بالراس،
كرمال الناس المعترين المظلومين المقهورين، كرمال يرجع السلام ويبطل على رصيف ولد صغير ينام، كرمال الجامع الأموي وجامعة الحمام، عبركة مية عطشانين، أكسرة خبزة جوعانين، البيضة مثل السمرة مثل الحنطية مثل السلجية، كلهم حمام كلهم حمام، استشهدت كرمال المحبة، كرمال نرجع واحد. سامح يا صاحب سامح، سامح يا صاحب سامح، مليون شهيد وطن ولا الوطن شهيد. برافو. يعني صرخة بتمنى تكون وصلت لكل العالم يلي عم يسمعوها، صرخة صبية عمرها 16 سنة يمكن عندها مسؤوليات ونضوج أكثر من أشخاص متقدمين أكثر بالسن. آخر سؤال لإلك، هذا الكتاب شو؟ هذا الكتاب نحن ألفناه من شي سنة ونص تقريباً. مين أنتو؟ نحن مجموعتنا، هلأ مو أنا لحالي برسم، أكيد معي إنه يعني كم واحد وكم ألفناه، كل واحد فينا له فقرة بالكتاب عن حياته. إذا صدر مش من زمان، من شي كم أسبوع صحيح؟ وصلنا هو بس كانوا عم يشتغلوا عليه هناك من شي سنة تقريباً، سنة وشوي. أوكي. بدي أشوف كارين. كارين وين صرنا؟ بعد تعطينا وقت شوي أنا وضحى فينا ناخذ وقت. أوكي. أنا تركيك لأنت تكملي على راحتك. في موهبتين بعد التانيين بدي أحكي عنهم. في وحدة حزنتني، وحدة تركها للأيام. اللي حزنتني أنه بتحبي تتعلمي عزف الجيتار وعندك الجيتار بس ما عم تلاقي حدا يعلمك. للأسف إيه، إنه مطرح بالبقاع إنه تقريباً ما في. بس أنت عندك يوتيوب. عندي يوتيوب. يوتيوب بيقدر يعلمك من دون معلم. بقى هيدي كمان نصيحة فيك تفوت تتعلمي، لأن لما برجع بقول لما بيكون في موهبة حقيقية ما في شيء بيقدر يوقف بوجهه. والموهبة الثانية هي التمثيل والمسرح. التمثيل والمسرح فيك تاخذي وقتك لأنه ما بتعرفي أمتى بتجي فرصتك، وكل ما أنت عم تعيشي تجربة جديدة بحياتك كل ما عم تغتني أكثر من جوا وتكبر الممثل اللي جواتك أكثر. أوكي. كارين بدي أطلب منك تفضلي لعندي. بدي أعرفك على ضحى. ضحى كارين نوعين رسم مختلفين بس نيناتكم من نفس العمر، موهبتين بيكملوا بعضهم. لو كانت المدارس الرسم يلي عم بتنتموا لها مختلفة عن شو، خبريني انت سمعت الحديث اللي صار بيني وبين ضحى، شو اللي لفتك بحديث ضحى؟ انه عن جد انه كيف بتقدروا هيك يعني اشياء معبرة، كيف بتختاري هيك بتطلع على راسك وهيك عن جد. وانت شفتي لوحاتها لكارين، شو اللي لفتك فيهم؟ لفتني انه مبين رسم ولا بنت 16 سنة، مبين فنانة كبيرة مخلصة تعليمها. وانت كمان لما بيسمعك واحد ولا بيقول بنت عمرها 16 سنة. وكارين كمان انا ما عم بقول شيء ما حدا بيعرفه، نحن كلنا نتوقع لك اليوم مستقبل باهر. وكمان ضحى مستقبلك كتير باهر، رح يكون بالمجتمع المدني وكمان يلي هو لازم يمشي بخط متوازي مع الفن، لان اثنيناتهم بيخدموا قضية واحدة وهاتف يلي هي الانسانية. انا بدي اشكر حضوركم وبدي تنطروني بس لحتى أقدم لكم شيء كتير بسيط أكيد ما بيليق بمواهبتكم الكبيرة، بس حبينا أنه تتذكروا أنتوا جيتوا لعنا على برنامجنا. ضحى شكراً لحضورك. كارين شكراً لحضورك. بتمنى تكون الأعياد مجيدة وبتمنى ترجع على سوريا بخير. وكمان كارين بتمنى لك كل شيء، تتوفق بكل شيء عم تقومي فيه. مشاهدينا أنا وياكم نتوقف هلأ مع بريك قصير ونرجع منكمل حلقتنا.